ما يقرب من 48 نزيلا ونزيلة من البنين والبنات هم نزلاء دار رعاية الأحداث في العاصمة عدن، ممن لديهم قضايا وتركهم ذووهم بين جدران صماء مغلقة تلتطم بهم وإيلات آلامهم من القضايا التي ارتكبوها. هذا الدار الذي تأسس منذ عام 2002 لإيواء أطفال الأحداث تقديرا لأوضاعهم، والذي ما زال الدارين يفتقران إلى أوجه الدعم والمساعدة في بلد ساءت به أوضاعه الاقتصادية والسياسية بسبب التفكك الأسري من الأسرة. هي وصل البنت إلى هذه المرحلة، للشارع، التسول، السرقة، كل هذه قضايا أطفال، قضايا صغيرة يسموها بالقانون هي جناح مش قضية، لأن الحكم عليهم أكثر مدة سنة. ولهذا نحن في خلال فترة إقامة الحدث نستقبله كما هو الطفل، البنت أو الولد، نستقبله ونعمل له برنامج. أول مرة نعمل له دراسات حالة، هذه من خلال دراسة الحالة نعرف إيش هي احتياجات الطفل في هذه الفترة. طبعا عدد النزلات 23 طفل، وتم الإفراج عن 7 لأنه قضاياهم بسيطة وأسرهم موجودة. أغلب الأحداث الموجودين من في دار رعاية الأحداث قضاياهم قضايا جنسية، ولا يمكن التصرف بها إلا عبر رئيس نيابة الاستئناف عدن. طبعا المبنى هذا مخصص لثلاث محافظات زي ما قلت لكم، لحق وعدن وأبين، إنما أزيدت محافظات أخرى معنا أحداث إيجابهم المكلة. دار رعاية الأحداث اليوم يفتقر للميزانية التشغيلية، وذلك فصل من فصول المعاناة الممتدة أذرعها على أعناق الأطفال النزلاء. هم كانوا ضحايا المجتمع، ناهيك عن معاناتهم بنقص التغذية، والتي امتدت تلك المعاناة إلى العاملين في الدارين وأغلبيتهم من المتطوعين، في حين تعجز به إدارة الدار عن تأمين مخصصات لهم. هذا المكان يحتاج رعاية خاصة، لأنهم يعتبروا بدرة المجتمع ونشأة المجتمع. طبعا أنا كباحثة اجتماعية وخلال زيارتي الدائمة لهذا الدار، يعني وجدت أنه المقيمين في هذا الدار من الأولاد والبنات أنه استفادوا جدا، يعني جدا استفادوا بإقامتهم بهذا الدار من خلال الرعاية والاهتمام الذي وجدوا من أهل الدار، من المشرفين بالدار بمجهودات شخصية. على الرغم من بذل الجهود من قبل القائمين عليه، إلا أن دار رعاية الأحداث يناشد الجهات المعنية بالأمر ومنظمات المجتمع المدني عبر قناة الغد المشرق بتقديم يد العون لنزلاء الدار. صفاء السويدي لقناة الغد المشرق عدن.